رأيي به. ما رأيك بالحافظ رجب البرسي؟ الحافظ رجب البرسي صاحب كتاب مشارق أنوار اليقين، فيه كلام عند العلماء. بعض العلماء يعتقد أنه من المغالين، البعض الآخر يقول لا، ليس من المغالين، وإنما هو من أصحاب يعني التوجه شو نحن نقول الشيعي المتشدد. كتاب مشارق أنوار اليقين لا يمكن الاعتماد عليه إطلاقا، لأن الروايات الموجودة فيه في أكثرها إما منقولة من بعض كتب المخالفين، يعني المنحرف، بعض المنحرفين، أو أنها من دون سند. هل الشيخ علي المياحي صوفي؟ عزيزي، الشيخ علي المياحي من دعاة الصوفية، وإذا قال بأنه ليس منهم فكتبه تدل على ذلك. وكتبه أنا قرأت بعضها من خلال أحد البثوث، وبينت كيف أنه يمدح الصوفية في عشرات الموارد، أعتقد عشرات الموارد. أنا أخرجت أحد كتبه وقرأت فيه بشكل واضح. ما هو رأيك بالتفسير؟